يعني هو العلم اللي بيختص به دراسة الزلازل اسمه ايه؟ السيزمولوجي. وسيزمولوجي كلمة مكونة من مقطعين، سيزموس وأولوجي، أولوجي أو لوجوس اللي هو علم، وسيزمو اللي هو إرثكويكس، فهو علم الزلازل. وطبعا في أقسام مختلفة للعلم ده، Observational Seismology اللي هو علم دراسة بتعتمد على الملاحظة وتسجيل الزلازل ودراسة الموجات الناتجة عنها. في Engineering Seismology اللي هو دراسات خصائص التربة واستجابتها لحركة الموجات وبالتالي تأثيرها على المنشآت والمباني المقامة عليها. في الفيزيكال سيزمولوجي وده متعلق بدراسة التركيب الداخلي للأرض وتقسيم الأرض إلى نطاقات كبيرة، الكور والمانتل والكراست، كل التقسيمات دي تمكن العلماء من الوصول لها باستخدام سرعة الموجات الزلزالية وانتشارها في داخل طبقات الأرض المختلفة واختلاف سرعتها باختلاف الخواص الفيزيائية للطبقات المختلفة، زي ما بنعرف على الطبقات المختلفة لباطن الأرض. وفي طبعا علم اللي هو Explorational Seismology اللي هو Seismic Prospecting واللي له أهمية كبيرة في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي والبحث عن الثروات الطبيعية مثل المياه الجوفية والبترول والمعادن المختلفة. فده علم دكتور محمد بعد اسحب التخصص الرابع ده هل ليه علاقه بالتنبؤ بالزلازل ولا ماليش دعوه ده؟ لا ابلايد سيزميك ميثود اللي هو سيزميك بروسبكتنج. ابلايد سيزميك ميثود دكتور محمد هنا بنعني بها السيزميك بروسبكتنج. موضوع التنبؤ بالزلازل قصه ثانيه، انا هشير لها برضو اثناء الايه تمام كده تناول الموضوع. تمام شكرا، اتفضل حضرتك. تمام، طبعا الزلزال بيحصل، بداية الزلزال بتحصل في منطقة معينة داخل القشرة الأرضية أو حتى السبدكتنج بليت. النقطة اللي بيحصل عندها بداية الكسر بنسميها بؤرة الزلزال أو الفوكس أو الهايبو سنتر بتاع الزلزال زي ما احنا شايفين هنا قدامنا. وطبعا دي بتكون موجودة على أعماق مختلفة حسب المناطق اللي بيحصل فيها تراكم للإجهاد وكسر الصخور، لأنها بتوصل لمرحلة ما بتتحملش أي إجهاد أو أي استرس أكبر من كده. في نقطة موجودة فوق الهايبوسنتر دهيت أو الفوكس، في نقطة موجودة فوقها بالضبط على سطح الأرض، النقطة دي بنسميها الإبيسنتر أو مركز الزلزال. طبعاً في طرق معينة بنحدد بيها عمق الهايبوسنتر ومكان الإبيسنتر. هل الزلزال ده حصل إمتى؟ فين؟ خليج السويس؟ فين بالضبط المنطقة المكان اللي حصل فيه الزلزال؟ في خليج السويس أو في خليج العقبة أو أي منطقة تانية أخرى نشطة زلزالياً؟ يعني محمد نوضح بس بعد إذن حضرتك، يعني في الرسمه دي دلوقتي احنا نستنتج منها ان الزلزال بيبقى ليه مركزين، المركز الاساسي اللي تحت الارض اللي بنسميه الهايبو سنتر. نعم. المقابل ليه على سطح الارض بنسميه الايبي سنتر، تمام كده؟ نعم. ده اللي هو نعم. مركز الزلزال. نعم. والزلزال نعم اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو حصل في قبرص بقى، دي المنطقه اللي حصل في قبرص المركز بتاعه الاساسي. تمام، هو تمام. ده الهايبو سنتر او الفوكس او بؤرة الزلزال اللي هي المنطقة داخل القشرة الأرضية على عمق معين. بالنسبة لزلزال قبرص حصل عند عمق 19.6 كيلومتر، يعني تقريبا 20 كيلومتر تحت سطح الأرض، وبالتالي العمق بتاع البؤرة الخاص بالزلزال ده هو 19.6 كيلومتر. موجود فوق النقطة ديت نقطة على سطح الأرض اسمها مركز الزلزال، بؤرة الزلزال ومركز الزلزال تعلوها موجودة نقطة على سطح الأرض. طبعاً الإبيسنتر هي اللي موجودة بقى إيه في الشمال الغربي لجزيرة قبرص زي ما شفنا قبل كده. معذرة. طبعاً هنا ده رسم توضيحي للطبقات الداخلية للكرة الأرضية. وزي ما احنا شايفين عندنا في الكراست والمانتل والكور كل التقسيمات دهيت، طبعا دي اعماق مختلفه
نصف قطر الأرض 6371 كيلومتر، مستحيل حد يوصل أو بطريقة جيوفيزيائية أخرى أو بطريقة جيوكيميائية أو طريقة جيولوجية أو أي طريقة. العلم الوحيد اللي مكن العلماء من دراسة التركيب الداخلي للأرض وتقسيم الطبقات المختلفة، يعني عندنا solid inner core، عندنا لب داخلي صلب، لب خارجي سائل liquid outer core، عندنا الوشاح أو الستار أو المانتل بطبقاته المختلفة، وعندنا الكراست بالإضافة إلى الجزء العلوي من المانتل واللي بتشكل ما يسمى بالليثوسفير. وطبعا السطح الخارجي للأرض مقسم إلى مجموعة من البليتس اللي هي الليثوسفير، ونظرا لحركة التيارات الحمل الكونفكشن كارنتس اللي هي موجودة في السينوسفير وموجودة كمان حتى في الليكويد أوتر كور، طبعا بتبدأ البليتس تتحرك حركة نسبية بالنسبة إلى بعضها، وبالثلاث أنواع اللي احنا عارفينهم من نظرية البليت تكتونيكس، وبينتج عن الحركة النسبية ما بين الواحدة هي النشاط الزلزالي اللي بيميز الكرة الأرضية. وبالتالي بنلاقي لو بصينا على التوزيع الجغرافي للزلازل على مستوى الكرة الأرضية هنلاقي في ارتباط وثيق ما بين الإبيسنترز أو مراكز الزلازل والحدود ما بين الألواح التكتونية. هي مراكز الزلازل اللي بتحصل والنشاط البركاني المتعلق بعمليات الحركة ما بين البليتس هم اللي بيحددوا لي الباوندريز أو الحدود الحواف ما بين الألواح التكتونية المختلفة. ولذلك مش مستغرب ان احنا نلاقي التطابق ما بين الجلوبال ديستريبيوشن اوف ايرثكويكس والباوندريز المختلفة ما بين الديفرنت تكتونيك بليتس. طبعا في علماء كتير. دكتور محمد ثواني بقى السلايد عشان الخص بس السلايد اللي فات، ممكن حضرتك نرجع ثواني معذرة عشان اوضح. نعم. بس كده انت كده انا قدرت نفهم من كلام حضرتك ان العلماء عرفوا تركيب الارض الداخلي، ان هم مش حفروا ونزلوا ولا حد صور، لا ده من خلال الموجات السيزميه، ان هو من خلال ان حضرتك بتعمل ارتفيشال سيزميك ويف وبتعمل رصد لهذه الموجات، من خلالها عرفت طبقات الارض المختلفه وتركيب الارض وسمك واللب زائد كمان الحاله الصلبه بتاعتها او الحاجه شبه السائله. يعني نقدر نقول دلوقتي ان من اهم تطبيقات علم السيزمولوجي بعيدا بقى عن الاخطار بتاعت الزلازل ان هو بيساعد العلماء في استكشاف او معرفه طبقات الارض المختلفه، الطبقات الداخليه. تمام. لان طبعا ما فيش حد يقدر يخش لب الارض او يصوره، او ما فيش اجهزه تستحمل درجات الحراره والضغط العالي جدا، هتسيح اي معدن موجود على الارض حتى لو الماس. ولذلك بقى ربنا سهل لنا ايه، ان احنا برضك يعني ايه، ان في وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، ان الموجات الزلزاليه ديت سواء الطبيعيه اللي بتحدث في الزلازل او الارتفيشال اللي ممكن بنعملها، الانسان بيبعت موجات وبيبتدي يرصدها عن طريق اجهزه الجيوفوز المختلفه، اتعرفنا منه على مكونات الداخليه لسطح الارض. ماشي دكتور. تمام. تمام تمام يا دكتور محمد، تمام كده. طيب نيجي بقى نشوف لما بيحصل زلزال، الزلزال عباره عن حصل، لانه طبعا انا في هنا بعض المعلومات وبعض الدراسات اللي قام بها علماء مختلفة، طبعا ما فيش وقت ان انا اشرح كل التفاصيل ديت. انا هسبق شوية بس واروح